شيك. طيب وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، هذه القضية الأولى الآن، موضوع التناسل الدال على الخالق العظيم. وأشهدهم، مش لاحظوا، مش فأشهدهم و، إذن هني قضيتين، لأنه فيما بعد رح نيجي لتفسير مأخوذ من الحديث الشريف. الحديث ما أخذ من الحديث الشريف ممكن يحتاج كان فا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، كان لا أخذ فأشهد، لا هون قضيتين، الأخذ جيل بعد جيل الآباء والأبناء وإلى آخره واستمرار، لا القانون نفسه انتج انتج انتج، هذا قانون. و أشهدهم على أنفسهم، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان فطرته أنه يعرف الخالق فطريا، فطرته بتقول له هناك خالق. طب والناس هذول اللي بيناقشوا في موضوع الخالق شو قصتهم؟ ايش قصتهم؟ هم يعني بينطلقوا من الفطرة ولا بيخالفوا الفطرة؟ انتم لاحظوا بده. اذا نظام التسلسل هذا في الخلق، واذا اخذ ربك ثم على مستوى الجسدي ثم الفطرة، تجدها انت في عقلك على فكرة وفي نفسك في مبادئ فطرية، وجيد هون اتوقف شوية ونلفت انتباهكم لمبادئ فطرية بتنشأ في الانسان لما بيبدأ يحس بالواقع من حوله. كيف لما بذرة حبة قمح، لما توفر لها الشروط، ايش هي الشروط؟ مثلا التربة، الماء، الحرارة، مثلا بنجدها مشيت وفق خطة، تمام، ونبتت. وانت كإنسان على فكرة اذا توافرت الشروط، بيكون في 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 ذهنك وفكرك مبادئ بسموها المبادئ أساسية بيعتمد عليها تفكيرك انت واستدلالاتك والعلوم كلها. ناخذ منها ممكن تكون عندنا أربعة مبادئ. المبدأ الأول اللي بتجدوه في كل نفس بشرية، بس بشرط ايش؟ ان هذه النفس البشرية لما تنولد ثم تحس بالواقع بينولد فيها ايش؟ مبادئ فطرية غارسها الله فيك انت. اول مبدأ، مبدأ السببية. ايش يعني سببية؟ يعني دائما تبحث عن السبب. انت شئت اما بيت، تبحث عن السبب. ولذلك الطفل الصغير لما بيقول لك مين خلقني، بتقول له الله، فورا بيقول لك مين خلق الله، هو بحث عن السبب. انتبهتوا؟ هذا اشي فطري، هذا انت علمته اياه؟ لا، لانه هذا مبدأ فطري الله غارسه فيك، تبحث عن السبب. اذا بتلاحظوا على الاطفال ولا بتلاحظوش؟ بقول لك مين خلقني، هي ببحث عن السبب، مين خلقني؟ الله. بقول لك مين خلق الله، هاي بيستخدم المبدأ ايش؟ السببية. والبشر بتعرفوا الانسان اكثر شيء جدلا، وجد في يوم من الايام ناس قال يعني من الفلاسفة وغيره يشككوا في مبدأ السببية وانه فطري. فنروي لكم زمان لما كان في ملاحدة ونناقشهم في هذه القضية، نسألهم مرات لما يقولوا انه مبدأ السبب فطري ولا مش فطري، كنا كلهم تعرفوا ليش مبدأ السبب فطري؟ بيقولوا ليش؟ بقول لهم انتم تسألوا على السبب، يعني فهمتوا؟ ها؟ ليش مبدأ السبب فطري؟ يقولوا ليش؟ ها؟ ايش السبب؟ قال اها فيش مجال. لذلك تبحث عن السبب. فهون في موضوع الخلق والنظام الموجود الا يبحث الانسان عن السبب. كل البشر
كل البشر صغيرهم وكبيرهم. هذا اول مبدأ فطري بتجده ايش؟ خلص بدهي بدأ. وبالتالي ممكن انت دائما لما بدك تستدل وتقول في الاخير دائما بتقول وبما انه، شو يعني وبما انه؟ في الاخير بترتكز على مبدأ فطري كل الناس متفق عليه. فهون في مبدأ السببية ممكن تيجي تقول وبما انه لابد له من سبب، اذا الناس بتكون موافقة معك على طول، الملاحدة وغيرهم في قضايا يعني مش هيك؟ لابد اذا وبما انه لابد لذلك لنفرض انه في عندي انا جسم موضوع هنا، بعدين ما شفتوا انتوا الا هذا الجسم بتحرك انتوا بعضكم بقول بكل منفسر حركته، واحد بقول اكيد في تحته كائن بتحرك فتحرك الجسم هذا، هاي احتمال اثنين. واحد ثاني بيقول بلكي هذا في قوة مغناطيسية لانه هذا حديد، في قوة مغناطيسية بتحركه. واحد ثالث بيقول بلكي في هزة ارضية احنا مش شاعرين فيها. في ناس بيقولوا جن بس راح تكتشفوا انه ولا واحد قال لواحدها الا لما يكون لما يكون حي هو بتحرك. هون السر في الاحياء، على فكرة الاحياء اللي فيها روح انهاي بتتحرك بدون سبب، هذا سبق تحدثنا فيها شوي. بس دائما لاحظ ما احد بيجي بيقول تحرك لوحده، بيبحث عن السبب. والعلماء دائما في تفكيرهم في الكون بيبحث عن ايش؟ السبب والعلة، علة الاشياء. هذا المبدأ الاول. ولذلك والان مش وقته، من اسهل ما يكون لما يجي واحد يقول لك من خلق الله، اسهل طريقة تقنعه لازم تدخل مبدأ السبب. يعني مبدأ السبب هو اللي بيوجد الاشكال، ومبدأ السبب هو اللي بيحل الاشكال. مين اللي مشكلك وخلاك تقول من خلق الله؟ مبدأ السببية. اذا هو لازم يحل المشكلة، مبدأ السببية. كيف؟ باختصار على وجه السرعة كيف ممكن يحلها؟ مثلا نعطي مثال واحد بس، بتقول له اسمع، افرض انه الكون كان عدم وبرز لحيز الوجود اله، ممكن؟ مبدأ السببية شو بقول له؟ مش ممكن من عدم لانه لابد من سبب، صحيح؟ هاي مبدأ السبب عم بده يحل المشكلة نفسه. اللي مشكلكم هو اللي بده يحل